السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ميس مامي التعليمية. النهاردة يا أصدقائي هنكمل مع بعض شابتر 3 الفصل الثالث من سيم 1 المحور الأول من منهج ديسكفر بعنوان 2 feet for both، يعني قدمان وأربع مخالب. قبل ما نبدأ يا أصدقائي ياريت تدعموني بلايك الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. يلا يا أصدقائي نبدأ درسنا مع بعض. food we eat، أطعمة إحنا بناكلها. هنا يا أصدقائي هنتعرف مع بعض على healthy food and unhealthy food، على الطعام الصحي والطعام الغير صحي. هنا عندي بيقول circle، ده دائرة حول the foods، الأطعمة that are healthy يعني صحية، choices الأطعمة الصحية اللي انت بتختارها. كمان بيقول don't circle the foods that are not healthy، ما تحطش دائرة على الأطعمة الغير صحية، يعني حط دائرة بس على الهيلثي فود. بعد كده بيقول color your favorite food on the page، يعني كمان لون الطعام المفضل لديك عندي في الصفحة. زي ما احنا شايفين أصدقائي هنا عندي healthy food، كمان عندي unhealthy food، طعام صحي وطعام غير صحي. عارفين يا أصدقائي هو ايه الطعام الهيلثي، اللي هو ايه الهيلثي فود، اللي هو الطعام الصحي؟ هو الطعام يا أصدقائي اللي بيكون غني بالفيتامينز، كمان عندي بروتينز، كمان عندي بيكون غني بالأملاح والمعادن اللي بتمد الجسم بإيه، بالإنرجي، بالطاقة والحيوية والنشاط. دي الأطعمة اللي بتكون هيلثي. أما الأطعمة اللي بتكون أن هيلثي ده الطعام اللي بيكون غير مفيد للجسم وبيسبب أضرار للجسم وبيؤدي إلى الكسل والخمول. وكمان يا أصدقائي الجسم بتاعنا مش بيستفاد منه، لكن كمان ممكن يسبب أمراض خطيرة للإنسان. يبقى كده عرفنا مع بعض healthy food عن كمان عن healthy food. نقول كمان علشان أصدقائنا الحلوين هنقول healthy food الطعام الصحي ده اللي بيكون غني بالفيتامينات والبروتينات والأملاح المعادن اللي بتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. أما الطعام اللي بيكون عن healthy food ده بيكون يا أصدقائي طعام غير مفيد للجسم وبيسبب أضرار للجسم وبيؤدي كمان للكسل والخمول، وكمان جسمنا مش بيستفاد منه وممكن كمان يسبب أمراض خطيرة للجسم. هنا عندي في البرج اللي عندي قدامي، يلا نتعرف مع بعض على الهيلثي فود وعن هيلثي فود. زي ما احنا شايفين عندي سيريال اللي هي حبوب الإفطار اللي هي زي الذرة والكورن فليكس، الحاجات اللي بنحبها دي أصدقائي ونحطها في الميلك في اللبن، طبعا دي بنفطر بيها الصبح وبتكون كمان عندي هيلثي فود. عندي كمان زي ما شايفين في الصورة عندي كاندي اللي هي الحلويات. طيب الحلويات يا أصدقائي دي healthy food ولا unhealthy food؟ good، طبعا دي healthy food. unhealthy food طعام غير صحي، يبقى عندي الكاندي unhealthy food طعام غير صحي. عندي كمان فافا بينز اللي هو الفول أو اللي هي البقوليات، طبعا يا أصدقائي البقوليات دي طعام healthy food يعني طعام صحي. كمان عندي مانجو، المانجو دي من ايه؟ من فروتس، من الفواكه، يبقى دي اصدقائي تعتبر ايه؟ هيلثي فود طعام صحي. عندي كمان كيك اللي هو الكعك او الكيك او الحلويات، دي اصدقائي بتكون ان هيلثي فود، بتكون طعام غير صحي لان طبعا بيكون مليئه بالسكريات الغير مفيده ممكن كمان تسبب اضرار للجسم. اخر حاجة عندي اللي هي النتس اللي هي المكسرات، طبعا المكسرات مفيدة للجسم، تحتوي على اوميجا 3 وفيتامينات واملاح، طبعا دي اصدقائي healthy food. يبقى هنا عندي الاطعمة healthy food طعمة صحية زي السيريال اللي هي حبوب الافطار زي الذرة والكورن فليكس، الحاجات دي اصدقائي. عندي كمان مانجو اللي هي المانجا، عندي كمان فافا بينز اللي هي البقوليات، والنتس دي اصدقائي healthy food. اما الان هيلثي فود زي الكاندي والكيك زي الحلويات، وكمان عندي اللي هي المصاصات والبونبونات والحاجات اللي احنا بنشتريها عندي من السوبر ماركت. هنا بيقول طبعا عندي في السؤال سيركل، ضع دائره حول ذا فودز، الاطعمه ذات ار هيلثي، عاوز نحط دائره على الاطعمه الصحيه اللي انت تختارها. انا مثلا هنا هختار مثلا المانجو، انا هختار المانجا. يبقى هنا اصدقائي بوت سيركل اباوت مانجو، هحط دائره حول المانجو. بعد كده بيقول هنا عندي color your favorite food on the page، يعني لون طعامك المفضل الموجود هنا في الصفحة. انا مثلا الطعام المفضل بتاعي هنا مثلا هقول النتس اللي هي المكسرات، يبقى هنا يا اصدقائي هنلون ايه؟ هنلون النتس اللي هي المكسرات.
هندخل أصدقائي البيج اللي بعده comparing animals يعني مقارنة الحيوانات. هنا بيقول write octop the number يعني عدد of ears الأذان and feet والأقدام in the correct box في الصندوق الصحيح. زي ما احنا شايفين هنا عندي جايب ears الأذان feet الأقدام، عندي donkey الحمير فينكس اللي هو ثعلب الفينك، عندي غزال اللي هو الغزال، عندي جولدن ايجل اللي هو النسر الذهبي، عندي جربوة اللي هو الجربوع، عندي هيومن اللي هو الانسان. هيا اصدقائي هنا عندي الدونكي اللي هو الحمار، عنده ايه؟ عنده كام ايرز؟ جود، طبعا عنده 2 ايرز. طب عنده كام فيت؟ هيا اصدقائي جود، طبعا عنده ها كام؟ 4 فيت، عنده طبعا 4 اقدام. عندي طيب فينك اللي هو ثعلب الفينك عنده كام اذن؟ جود، عنده 2. طب عنده كام فيت؟ هيا اصدقائي جود، عنده طبعا 4. اسمهم ايه؟ هيا اصدقائي بوز، برافو عليكم، قلنا اسمهم المخالب، عنده 4 فيت اسمهم بوز المخالب. عندي كمان جيزالز اللي هو الغزال، عنده كام؟ عنده 2 ايرز. طب عنده كام فيت؟ 4. اسمهم ايه؟ هوفز اللي هي الحوافر. عندي ايجل اللي هو النسر، هيا اصدقائي جولدن ايجل اللي هو النسر الذهبي عنده كام؟ ها عنده 2. قلنا عنده طبعا كام يا اصدقائي؟ قلنا عنده holes for ears، عنده فتحتين فين؟ في الاذن. بيكونوا فين؟ بيكونوا behind its feathers، بيكونوا خلف الريش بتاعه. هنا هنكتب 2. طب عنده كام feet؟ عنده 2. طب عندي كمان اللي بعده الجربوة عندها كام؟ هاي اصدقائي ears، عندها 2 ears، عندها كام feet؟ good 2 feet. عندي كمان اخر حاجة human اللي هو الانسان، عنده 2 ears وعنده كمان 2 feet. Our flag، علمنا. Our flag معناها علمنا، flag يعني علم، our flag يعني علمنا. زي ما احنا شايفين ده علم بلدنا الحبيب مصر، طبعا بيتكون من 3 colors هنتعرف عليهم مع بعض. هنا بيقول color the flag يعني لون العلم. هنا عندي من تحت بيقول the flag is red on the top يعني العلم لونه أحمر من أعلى. هنا أصدقائي هنلون من فوق باللون red اللي هو الأحمر. بيقول كمان the flag is white in the middle يعني في المنتصف لونه أبيض. the flag is black on the bottom يعني من أسفل لونه أسود. the eagle is colored gold يعني النسر متلون باللون الذهبي، يبقى من فوق هنلون باللون red، بعد كده عندي white، النسر هنلونه باللون gold اللي هو اللون الذهبي، عندي في البطن يا أصدقائي هلونه باللون البلاك. يبقى عندي علم مصر بيتكون من 3 colors اللي هما red white and black، وعندي النسر هنلونه باللون الجولد. هنتاخد اصدقائي البيج اللي بعده. هنا عندي بيقول farm flag، farm معناها مزرعة، flag يعني علم، يعني علم المزرعة. هنا بيقول design يعني صمم your own farm flag يعني صمم علم مزرعتك. show وضح your favorite animal، وضح حيوانك المفضل. write the animal، اكتب الحيوان below من اسفل. use your favorite color، استخدم لونك المفضل. write the color below، واكتب اللون المفضل بتاعك من اسفل. هنا اصدقائي هنرسم في المستطيل ده، هنرسم العلم بتاع المزرعة بتاعتي، والعلم ده هيكون عليه الرسم الانيمال او فافورت انيمال الحيوان المفضل لديك. كل واحد منكم بعد كده هنا هيكتب ماي فافورت انيمال، هيكتب الحيوان بتاعه المفضل. بعد كده بيقول ماي فافورت كلر، هيكتب كمان اللون المفضل بتاعه اللي رسم بيه الحيوان بتاعه. هنتقل لاصدقائي البيج اللي بعده. انيمال انسم، انيمال معناها حيوان، انسم يعني نشيد، يعني هنا نشيد الحيوانات. هنا بيقول sign يعني a song يعني قم بإغناء أغنية. about your animal عن حيوانك. draw a pictures يعني ارسم صور. to help you remember علشان تساعدك انك تتذكر. هنا عندي feet الأقدام، ears الأذن اللي هي الأذن يعني، food الطعام، needs الاحتياجات. هنا أصدقائي في النشاط ده كل واحد هيقول اللي favorite animal حيوان المفضل بتاعه، كمان هيعمل song هيعمل أغنية for animal للحيوان ده اللي هو بيفضله. يعني مثلا هو لو بيحب الكات اللي هي القطة هيغني أغنية مثلا للقطة، هيقول مثلا أغنية عن القطة، أي أغنية هو مثلا يعرفها أو بيحبها أو بيفضلها عن القطة هو هيغنيها هنا.
بعد كده هنا عندي جايب الجدول بتاعي مكتوب فيه فيت اقدام وايرز اذهان وفوت طعام ونيدز احتياجات. هو هنا مثلا اختار الحيوان بتاعه الفيفورت انيمال اللي هو القطه، يبقى هيقول مثلا فيت عندها كام قدم القطه، هيقول مثلا ايرز عندها كام اذن، فوت الطعام اللي القطه بتاكله، هيقول كمان نيدز الاحتياجات القطه بتحتاج لايه. يبقى هنرسم صوره مثلا الاقدام بتاعتها، هنرسم صوره للاذن، يعني هنا هيرسم صورة الأذن، هيرسم صورة الأكل اللي بتاكله القطة، هيرسم نيدز الاحتياجات، هيرسم مثلا المسكن اللي بتقعد فيه القطة البيت بتاعها، أي حاجة هو بيحبها هنا أو الحيوان الفافورت أنيمال اللي هو بيفضله، هيرسم كل حاجة عن الحيوان اللي هو بيفضله. هننتقل لأصدقائي البيلز اللي بعده. هنا بيقول similar and different، يعني متشابه ومختلف. similar معناها متشابه، different معناها مختلف. هنا بيقول draw ارسم and compare وقارن humans يعني الإنسان and your animal والحيوان in the similar and different chart below. هنا animal حيوان and similar يعني متشابه and different مختلف chart below يعني هو الخريطة أو المربع الموجود من أسفل. يعني مثلا أنا animal favorite أو favorite animal المفضل عندي مثلا زي ما قلت الأول كات. طب هنا يا أصدقائي هنعمل إيه؟ هنعمل هنا compare، هنعمل مقارنة، هنوضح هنا similar، كمان هنوضح الديفرنس بين هيومن اند انيمال، يعني هنشوف هما بيتشابهوا في ايه وكمان هما بيختلفوا في ايه. هنتقل لاصدقائي البيج اللي بعده بعنوان هو ام اي، هو من ام اكون، اي انا، هو ام اي من اكون. هنا كل واحد هيرسم هو مين، هيرسم اسرته، هيرسم مدرسته، هنا كل طفل هيرسم اللي هو شايفه عن نفسه. وكده اصدقائي انا خلصت معاكم شابتر 3 من سيم 1 من المحور الاول. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. جود باي.